السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نقدم طريقة صنع مصباح متعدد الألوان بطريقة سهلة جدا. وهذا المصباح مثل الذي يباع في الأسواق، ولكن ستصنعه بثمن رخيص، يعني عند صناعته سيكون أرخص من الذي يباع في الأسواق. سأريكم الطريقة. هو مصباح يعمل بهذا الريموت. انظروا، أزرق، أخضر، أحمر، أصفر، يعني متعدد الألوان، وفيه الأبيض. إذن تابعوا معنا الطريق. إذا سنفتح اللمبة لنرى ماذا يوجد فيها. هذه من صنعي. انظروا، هذه اللمبة استخلصتها من لمبة يعني متعطلة، مثل هذه مثلا، ومثل هذه، يعني لمبة عادية. هذه استخلصتها من، نزعت لها الليدات ونزعت لها البوردة التي كانت فيها. هذه هي الطارة التي ستركبها في الداخل. هذه اللمبة لمبة رخيصة جدا، هي لمبة سيارات، فيوز للسيارات، متواجدة على مواقع مثل علي اكسبرس. سوف أضع لكم الرابط لشرائها. تأتي مرفوقة بالريموت كنترول. هناك شيء آخر، هو البوست كونفرتر. هذه الطارة سأريها لكم ببوست كونفرتر. بهذه الطارة سوف نرفع الجهد من 3.7 الذي يوجد في البطارية إذا إلى 12 فولت. 12 فولت هو الجهد المناسب لتشغيل الليدات. انظروا، احمر، اخضر، ازرق، بنفسجي، اصفر، والاطفاء. ولكن من المستحسن ان تضعوا هذا القفل، لأنها تستهلك بعض البطارية عندما تكون قيد الإطفاء. طريقة تركيب الطارة الكهربائية هذه هي كالتالي. هنا بطارية، هذا بوس كونفرتر، رافع الجهد. تستطيعون استخدام رافع جهد آخر، يعني ليس بالضرورة هذا الرافع جهد. ثم نقوم بتوصيله باللد، يعني هذا هكذا. البطارية، هذه البطارية، هذا المكون هو البوس كونفرتر، وهذه هي الليد. هذا 3.7 فولت، والليد يعمل ب12. إذا هذا البوست كونفرتر يرفع الجهد من 3.7 إلى 12 فولت. لشراء رافع الجهد هذا سوف أضع لكم رابط التحت في صندوق الوصف. وعند تركيبه سأعود الآن إلى تركيب هذه الدائرة هي كالتالي.
إذن في نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتي ودعمي بالضغط على زر لايك، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.